وقل رب زدني علما. إن كثيرا من الناس إذا استخار الله عز وجل ظن أن الفائدة من الاستخارة هي أنه سيأتيه منام في ليله فينبهه إلى الصواب من الأمرين، أو أنه يفتح كتابا أو مصحفا فينظر فيه فيرى فيه الدليل لما اختار، أو أن يأتيه سامع فيقول له افعل كذا أو لا تفعل كذا. والحقيقة أنه لا شيء من ذلك البتة. قال ابن السبكي قال شيخنا ابن الزملكاني إن بعض الناس يظن أنه إذا استخار الله عز وجل فسوف تأتيه رؤيا تدله، أو يأتيه صارخ ومنبه فينبهه، وليس الأمر كذلك. وتأمل يا رعاك الله في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاستخارة، ففي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. قال إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. انظر اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فاكتبه لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. فالمرء يدعو الله عز وجل إن كان في الأمر خيرة له أن يكتبه الله عز وجل له وأن ييسره له ثم يبارك له فيه. يسأل الله عز وجل ثلاثة أمور. لم يقل المرء في دعائه اللهم إن كان هذا الأمر خيرا فأرني في منامي رؤيا أو أظهر لي صارخا أو كلمة تدلني على الإقدام أو الإحجام، أليس الأمر كذلك البتة؟ وإنما يقدم على أمره. ولذلك جاء في حديث في آخره ثم ليمضي لشأنه، فيمضي المرء في شأنه، فإن جاء عائق فعاق، ولو كانت النفس مرتاحة للإقدام عليه فالخيرة في العدم. وإن كانت النفس منقبضة وقد استخار المرء الله عز وجل مرات، لأن الاستخارة دعاء والدعاء يشرع تكراره، وقد استخار المرء الله عز وجل مرات فاستجيب دعاؤه فأقدم وكانت نفسه محجمة فتحقق هذا الأمر فالخيرة فيه، لأنك سألت الله عز وجل ماذا؟ ليس راحة نفسك، ولم تسأل الله عز وجل الرؤية، وإنما سألته أن يكتبه لك، أي فيما يمحوه الله عز وجل ويثبته، وهو الذي تأخذ منه الملائكة فتكتبه للآدمي. إذن فما كتبه الله عز وجل إن أجيب دعاؤك هو الذي سيكون، فامضي لشأنك ولا تلتفت لخاطر ولا لغيره.